لان في حاجات الزوج يلاحظها وقد يضع يده عليها انما ما يقدرش يجيب شهود. اما قال لك ربنا وضع حكم للايه للحاله دي، ما هو كان في شهود اربعه خلاص انتهت المساله. تطور جديد معانا النهارده في قضيه انكار النسب بين محمد الهادي وتغريد، كمان ايه الحكم وتفاصيله والنتائج المترتبه عليه والحكم من الشرع زي ما حضرتك شفت في البرومو كده، لان انا مش هفتي في جزء انا معرفش عنه حاجات كتير. ولكن في البدايه فضلا وليس امرا، لو حضرتك مش مشترك معانا في القناه شرفنا بحاجه زي دي، ولو مش هيضايقك لايك على الفيديو. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، اهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة مع منعم. نبدأ كلامنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وزي ما قلت لحضراتكم ان انا مش هتابع عن القضية حاجة الا لما يكون فعلا في حدث حقيقي حصل، وامبارح حصل حدث حقيقي. وزي ما برضو قلت لحضراتكم قبل كده ان واضح ان القضية دي مش ناوية تنتهي او مش هتنتهي على خير ابدا، ولكن يعني يمكن يكون ظني مخلوف حبتين، لان ابتدى يبان لها بوادر كده بعض الشيء، وخاصة ان كان امبارح يوم 27/12 كان في الحكم في قضية انكار النسب اللي رفعها محمد الهادي. زي ما قلت لحضراتكم يوم ما تم تأييد الحكم في قضية الزنا بينه وبين عبد المنعم، هو خد الحكم ده وقال دي مجرد بداية وانا رايح المحاكم وهرفع قضايا انكار نسب، لان لازم، ودي القضية الاساسية اللي هو كان طالع بسببها للاعلام، ان هو عايز ينكر نسب الاطفال. وبسرعة كده كالمتوقع حضر الجلسة عن تغريد المحامي بتاعها الأستاذ عماد عبد الحليم، وحضر الجلسة عن محمد الهادي الأستاذ محمد الخيري، وكمان محمد الهادي كان موجود. وبما ان محمد الهادي هو المدعي او هو اللي رافع القضية، فكان لزاما عليه ان هو يقدم المستندات اللي تثبت الطلب اللي هو بيطلبه، وهو انكار نسب الاطفال. وبالفعل يعني الأستاذ محمد خيري المحامي تقدم به طلب لإنكار نسب الأطفال، وذكر دلائل كتير جدا فيها حيثيات القواضي السابقة كلها، وأرفق الأحكام اللي كان واخدها ضد تغريد في قضية الزنا، وكمان الاستئناف اللي كان عامله عبد المنعم، والأحكام اللي كانت تم تأييدها عليه مرة واتنين، وآخرهم الحكم اللي احنا كنا اتكلمنا مع حضراتكم فيه من حوالي 15 يوم، طبعا بالإضافة لتحليل الدي ان ايه سواء الخارجي أو الطب الشرعي اللي بيقر باستحالة نسب الأطفال لمحمد الهادي. كل المستندات دي تم ضمها للقضية، وبناء عليه المحامي طلب إنكار نسب الأطفال عن محمد الهادي. وعشان ما طولش على حضراتكم بتفاصيل ممكن ما تكونش مهمة أبدا، ولكن كان رد القاضي والحكم اللي حكم بيه هو تأجيل الجلسة ليوم 22 يناير سنة 2021، يعني الشهر اللي جاي إن شاء الله، وكان استنادا إلى تطبيق حد اللعان. وتطبيق حد اللعان ده ممكن ما يكونش معروف لدى البعض، يعني مش هقول لكل الناس، ممكن ما يكونش معروف لدى البعض، وعشان كده انا برضو مش ضليع في النقطة دي في الدين، لان ده نقطة تخص الشريعة نفسها، فعشان ما اقولش كلمة واحاسب عليها او ما اقولش كلمة وتأخذ عليا، فتطبيق حد اللعان انا هسيبه لحضراتكم مع الشيخ سعيد الكميلي في اخر الفيديو، هو هيوضح في دقيقتين بالظبط او دقيقة او 54 ثانية توضيح ايه هو حد اللعان وايه الحكم الشرعي فيه وايه اللي هيحصل يوميها. اما بقى السؤال المعتاد والمتوقع من حضراتكم ومن اي حد متابع القضية، هل تغريد هتحضر؟ والاجابة ان هي ما حضرتش اصلا في الجلسة اللي كانت امبارح، فالمتوقع كعادة اي اجابة يعني ان هي مش هتحضر لانها ما حضرتش ولا جلسة من الجلسات السابقة. طيب السؤال بقى الاهم، ان لو تغريد، لان هي عندها جلسة الاستئناف يوم 19 ويوم 19 يناير، والجلسة بتاعت الانكار النسب يوم 22 يناير، يعني بعدها بثلاث ايام. طيب هل هي هتحضر يوم 22 يناير؟ لان هنا هيبقى حضورها واجب الحضور، لان هي لازم هتقسم قدام القاضي. طيب ولو تغريد ما حضرتش؟ لو ما حضرتش هيتحكم عليها بالسجن. طيب اما بقى لو تغريد يوم 19 في جلسة الاستئناف، لو تم تأييد الحكم، وده يمكن يكون غير وارد، لان احنا بنقول ان الوارد ان يتم تأجيل الجلسة بتاعة 19. اما بقى لو كانت مفاجأة للكل ان يوم 19
تم تأييد الحكم او حكم جديد عليها سواء زاد او قل، المهم ان هي خدت حكم، فهي لو حضرت يوم 22 هيبقى مطلوب القبض عليها. يعني لو كانت واخدة حكم يوم 19 وسجلت حضور يوم 22 يبقى مش هتخرج بره مبنى المحكمة الا وهي مقبوض عليها. وطبعا ده معناه تعقيدات كتير واعذار كتير ممكن تخليها ما تطلعش تاني. وانا مش عارف يعني لما عملت الاستئناف اختارت توقيت بصراحة غريب جدا ان هي تعمل فيه استئناف يضرها اكتر من ما هو ممكن ينفعها. يعني انا مش في صفها، ولكن انا بتكلم فيه ان حتى لما تكون بتاخد خطوة لازم تكون خطواتك محسوبة او خطواتك تكون صح، ولكن يمكن من شر الاعمال ده بيحصل. اما بقى اخر سؤال معانا قبل ما اسيب حضراتكم ليه كلام الشيخ سعيد، ان لو تم الحكم لصالح محمد الهادي فالوضع هيكون ايه؟ الوضع هيكون ان هيتم انكار نسب الاطفال وهينفصل تماما محمد الهادي عنهم، وهيكون نسب الاطفال منسب الى الام فقط. فهتبقى بصراحة قصة تانية خالص، ويا رب تكون دي بقى النهي عن الموضوع وما نسمعش اي حاجة من المواضيع المشينة لكل الاطراف الحقيقة، لان الموضوع ده فتح باب مش حلو ابدا. ولو حضرتك بتشوفني لحد اللحظة دي فانا بشكر حضرتك جدا لانك كملت معايا الفيديو للاخر، واسيب حضراتكم مع التفسير من اهل التفسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.